هذه الحكومة خصت التنمية لأول مرة في تاريخ تونس في عامين أكثر من 11 ألف مليون دينار لأول مرة في تاريخ تونس. هذه الحكومة برمجت 12410 مشروع وطني وجهوي. هذه الحكومة برمجت لإنجاز زوز طرقات سيارة ديزو تروت معناها باجة الكاف الجزائر صفاقس قابس مدنين. هذه الحكومة والحمد لله اقترحت واختارت أن تنطلق في إنجاز 3 كليات طب في عام وقت اللي بلادنا فيها 3 كليات طب في 50 سنة في الجهات اللي بعض الناس اعتقد انها ما تحقش من قبل قاعد تقول لي برمجت اقترحت برمجت ماذا انجزت برمجت انا اللي يهمني انجزت المرمجت يسمع فينا ماذا انجزت مش برمجت واقترحت خطا طيب الحكومه تنجم تبرمج هذه الحكومه برمجت 12410 مشروع بقيمه 11 ألف مليون دينار أنجز منها تقريبا 5000 مشروع وأكثر. هذه الحكومة شوف نعطيك مثال بسيط تنجمش تنكر أو ينجموش الموظفين في بلادنا اليوم والطبقة الشغيلة بصفة عامة والكثير من القطاعات ينكروا أن هذه الحكومة هي التي أنجزت من القوانين الأساسية للشغالين ما لم ينجز طوال أكثر من 10 سنين وأن هذه الحكومة هي التي رفعت في أجور هؤلاء كما لم يرفع فيها معناها في تاريخ تونس مطلقا وأن هذه الحكومة هي اللي سوات وضعية عمال الحظائر اللي كانوا يعدون بمئات معناها قرابة 200 ألف وأن هذه الحكومة اللي سوات وضعية عمال الآلية 16 والآلية 20 وأن هذه الحكومة هي التي رفعت لأول مرة في تاريخ تونس المنح المخصصة للعائلات المعوزة وأن هذه الحكومة هي اللي ردت الاعتبار للشهداء واعطتهم حقوقهم وشغلت واحد عن كل عائلة شهيد وشغلت كل جريح وشغلت واحد عن كل عائلة لا يتوفر فيها رب عائلة ان ان ما انجز نعطيك مثال فقط ما انزل في عنصر الماء الصالح للشراب في هذه الحكومة عام 2010 كان ثم 2460 مشروع عام 2011 كان ثم 7651 مشروع عام 2012 كان ثم 6964 مشروع بما يعني أكثر من 400% زيادة على ما 2010 هذايا في الإنارة كي ناخذوا مثل الماء سلح الشراب نجد تقريبا نفس الشيء بزيادة تقريبا 300% في الطرقات في دعم موارد الرزق في السكن